الساحرة ردت عليها قالت لها خدي الدوناتس ده هو أكيد هيحبه لأن مفيش أطفال ما بتحبش الحاجات دي وقولي له خد اللي أنا جايبالك دي يا عزام هياخدها منك على طول وياكلها وراحت على البيت بسرعة علشان تدي عزام الدوناتس اللي هيغيرها عزام عزام انا جبتها الدوناتس حلوة قوي كمان بسكر كتير اللي انت بتحبه الله يا بسبس ده حلو خالص جبتيه منين ده انا رحت اشتريته من المحل شكرا يا بسبس وفعلا بسبس راحت اديت له الدوناتس وفرح بيه جدا 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 واخده وقعد ياكل فيه الله ده طعمه حلو قوي يا بسبس انت جبتيه منين ده انا جبته كنت ماشيه في الشارع لقيت محل كده هناك نضيف ولسه فاتح قلت اما اجرب اجيب واحده لعزام واشوف هيقول ايه ومع اول قطمه واول حته هياكلها حس بمغص جامد في بطني يا بطني يا بطني بتوجعني انت الدوناتس ده يا بسبس جايبه منين انا بطني وجعتني لا يكون بايظ لا ما تخافش انا دقت من عند الراجل لقيته ما فيهوش حاجه على فكره بس دقت الكب كيك وبطني وجعته جدا وقعد يصوت ويقول لها حرام عليكي حرام عليكي انت جايبه بايظ جايبه منين حرام عليكي كده يا بسبس وبعد شويه عزام ابتدى يتغير ابتدى يتغير ايه ده ايه اللي حصل لي انا بقيت دي كل ايه ده ايه اللي جرالي الله يخرب بيتك يا ساحره والساحره قالت لها ان عزام هيتغير بس ما قالت لهاش هيتغير سلوكه وافعاله ولا هيتغير شكليا وبسبس خدت منها الدوناتس على اساس ان عزام هيتغير وخلاص بسبس قعدت تقول الله يخرب بيتك يا ساحره الله يخرب بيتك عزام طبعا خد باله قال لها ساحره ايه يا بسبس ساحره ايه انت اكلتيني ايه بسبس حكت له القصه عشان انت ما كنتش بتسمع كلامي وكنت بتضايقني وكنت بتزعقني وتضربني انا رحت للساحره دي قلت لها يا ساحره اديني دوناتس صغيره عزام ما قلتليش بقى هيحصل لك ايه رحت واخده منها الدوناتس واكلهولي بس انت اتحولت لبيت حرام عليكي لازم تروحي لها تاني لازم تروحي لها تاني تخليني ارجع تاني زي الاول هتسمع كلامي ومش هزعقني ومش هتضربني ومش هتضايقني يا ستي هلعب معاكي بس رجعيني عزام تاني حرام عليكي ماشي انا هروح لها وفعلا بسبس حست بغلطها جامد جدا وقالت لعزام خلاص يا عزام بس لازم تلعب معايا وما تسيبنيش تاني عزام وعدها طبعا ان هو ليه يلعب معاها وقالت له خلاص انا هروح للساحرة تخليك ترجع تاني عزام زي الاول وفعلا راحت للساحرة وقالت لها ايه قالت لها ان اخويا عزام بقى ايه بقى ديك وانا ما كنتش عايزاه كده قالت لها انت خليتي عزام اخويا ديك وانا مش عايزاه كده انا عايزاه يلعب معايا بس ممكن ترجعي عزام تاني قالت لها ممكن خليه ياكل بقيه الدوناتس كله وهو يرجع تاني عزام وفعلا عزام كل الدوناتس كله اللي بسبس اديتهوله ورجع عزام الحمد لله الحمد لله رجعت عزام تاني عارفه يا بسبس لو عملتي كده تاني هيحصل لك ايه هديكي علقه تموتك اوعي تعملي كده تاني انا كنت هبقى دي طول حياتي كان ممكن الناس يذبحوني يفتكروا
feliz año.